اليمن في مجلس الأمن مجددا لكن هذه المرة للتأكيد ربما على اقتراب وفاة المساعي الأممية لإحلال السلام في البلاد والتي تعاني منذ أشهر من ضمور أدخلها مرحلة التجمد التام وهو ما أكده المبعوث الأممي الذي رسم صورة قاتمة لجهود حل الأزمة في البلد مؤكدا أن عملية الوساطة التي يقودها باتت أكثر تعقيدا وأن اليمنيين يشاركونه الشعور بنفاد الصبر في سبيل تحقيق تطلعاتهم معبراً عن إحباطه الشديد مما ذهبت إليه الأوضاع في اليمن، وعلى رأسها عدم صرف المرتبات واستمرار معاناة اليمنيين، بل ذهب للتحذير مما أسماه السيناريو الأسوأ المتمثل في قرار الأطراف اليمنية الانخراط في مغامرة عسكرية محفوفة بالمخاطر تعيد اليمن إلى حلقة جديدة من الحرب، داعياً إلى ضبط النفس وفتح الطرقات للتخفيف من معاناة اليمنيين. جميع الأطراف في النزاع. في اليمن من المرجح أنها ستغير حساباتها وأنها ستؤثر على أجندات تفاوضها وفي أسوأ حال قد تقرر الأطراف الخوض في مغامرة عسكرية خطرة ستعيد باليمن لدوامة حرب جديدة ومن ثم أود أن أشدد على أهمية البقاء مركزين على الأهداف طويلة الأمد التي نسعى لتحقيقها في اليمن سيد الرئيس يجدد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الالتزام بنهج السلام الشامل والمستدام في اليمن ودعم جهود الامم المتحده عبر مبعوثها الخاص لليمن لاحياء العمليه السياسيه بناء على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادره الخليجيه واليتها التنفيذيه ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات هذا المجلس الموقر ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22-16 مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إيدم أسرنو هي الأخرى حذرت من ارتفاع مستويات عدم الأمن الغذائي وسوء التغذية في الأشهر الأخيرة وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا ومتزايدا لحياة ملايين اليمنيين وخاصة النساء والأطفال مؤخرا قد بين أن أحد عشر في أن نسبة انعدام الأمن الغذائي قد زادت بأحد عشر في المئة منذ نوفمبر في العام الماضي وهذا أعلى مستوى منذ ستة عشر شهرا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وزهاء النصف في كل الأطفال الذين هم دون سن الخامسة يعانون من التقزم المعتدل للحاد وهذا يشكل نسبة نسبة ارتفاع ب 4% مقارنة ب 2022 وأكثر من ضعف التقزم في العالم التصعيد في البحر الأحمر كان حاضرا حيث أدى أعضاء المجلس ما أسموه بالمغامرة الحوثية مؤكدين أن اليمنيين هم من سيدفع الثمن من مستقبلهم وحياتهم ووضعهم الاقتصادي الذي يتعقد يوما تلو آخر ما هو ملحوظ أن مجلس الأمن الدولي تحول إلى ساحة للإدانة والشجب فقط إضافة إلى ناد للتذكير بأن هناك بلدا يعيش أكثر من 85% من أبنائه على حافة المجاعة